وخالد حسين محمد أو كومغا عبير الجراك وهل يجي فريي ويرك اتشادي يكدع يدق مدى حمر جدف تاس او دي شيء او يران كنتن مرتدسي وقرا لا وعضي إلا لحن كلا جراد وحو اها ويل دائر او أسران سلامر كان له تاريخ الجينمو بل تستوكو آدن عملكو او قبني يشخوه انكيسا او أسرنا فصح او مهي سانو ان عن يسو قدنو معلومات كو سابسان مكاتبتي او لسو شقيي يشخوه انكي او عملك او سوقتي تن ايو مركي او يمثلوك جهادك balse waxaan idin soo gudbinaynaa fariin dhaxalgal ah oo uu rabay shahiidkeena ka hor inta uusan howlgalka u dhaqaaqin مرشدي عن قصواتي بروح بنتلان عن قصوب البراء قصوب الشيء كبعدنا بايا جهاتك عن قصوب الرعمي أو مرقداية النشان في جهاتك كبعدنا عن قصوب جرون بلقان قصوب الصومالية خاصة المكسيمولي كبعدنا وحواهي جاي وبايا كغير قدورتي عميونا قبل الله مانت عن تاغناهي بدالاً كعبوبة إنه إلهي يسوي دورته كلان كان حان مارت إلهي ويفوذي إن عملي وان إلا عم يدف عن مددر نفسنا يا أخي الحمد لله ما أنتنا وحمتنا قيبتي ودن بيسي ومرحلات ودن بيسي أولنا نخير إن انساس من وانجع لي وحواي زي مددر بنسو تاينا أخي الله يحبنا نحن تاينا waa xamiidi igaalay sana xulaa oo dhammaanti qagartay ilaahay ku barakeeyo garaad ilaahayna insha Allah ta'ala ku horsugo cadawga hortiisa aquna waxaan jecelnahay in aad balfaafahin naga siiso waxa ku qasbay ama ku riixay in amriidan aad u istaagto iyo jaceylka aad u qaaday amniyad istishaadi in aad fiiso bal markii ay kugu dhalinaysay aragtidan iyo waxa aad ku heshay sirta arintaas ka dambeysa bal nooshay حواي أخي من تدير أي مرتا برنامج كان كفكير جدي ما نضل بن ومرتا نسخي ولا لا إن عملية عن دار البركة كان حان وقعدي أخي حواي قال أنا أنت أجن فكسون يعني حواي نوصل دوشي ودون سدين كينا إلي وحواي ذلك كينا وإنا هنتان وقبلها المسلمات كحواي سيغة وانفيرية لسي محفاسة ما نتكبر سري خيرات كدلك ايو مهو البعض مهو البمانسة مغلو ويرغي وحيد حق الدينة مغسو ويرغي ومانسة حواي ميلا قار حجاب عن محرين كرين ومشارير عن محرين كرين حواي كاسا يارتا يبقى لكي ما حواي عملية شان دورتو والله ميلا كونات كنا اخي مجفتو مرتا عمدا بير بمتاين اي هذا خواسة اصلاحتو او عملية دان اعصو مارستي تاينا الى مدلة بسنو وانترنا اخي والله ما أنت إلهي ويفوزي وحام أصلا من ملعب متى أدوني لأن بلالال كيدي محان كيدي وعام رقي ما أنت نم أثلاء الله باين أميه وحواي وكوردة يا أفضل إني هايتو ماركتي كوردة دي سنة مية والله ما أنت وحواي وحام كنو لا نولوش يوني سنيد وقف بالآذن وكنو لا جهات كان دحيسا وكنو لا حافظة مركة جوا وكنو لا مركة أخي ما أنت وحا يكلفة وحواي إن أنا عملي أنا قالوا أو ما أكتبوا متبلين بفي أنا قالوا وأنا ما أنت لقيت نجرة أما ما أنت عين جرة أنا مشان كتب وحوي وحيوت اللي في وحواي وحن أبادي مشان نقول نكون ولا زين سهين وحواي آخره يوم ما رأت الجنة إلهي إلهي نوجه النور وح كلام وصعب أخي إنت سيوم صعب هذا في وإنت على ذلك جستي وخوضي ومد ما أنت وحواي شهر تقيا سنة إن ما أنت وحواي عن قام برع عن خلطه إلهي ما نجا يفضل ما رأت وياه وآخره غفير يدعان في يديه من إلهي وفر وغلقه إنت سيوم صعبحي إنت سيوي هدف كبير تستخدم ميسينهم عن يدعان هذه ilaa ku barakeeyo waxa aad la yaab u leh in la barbar dhigo wadada hadda aad ku sii socoto adigoo ah wiil aad u yar oo 20 jir ah iyo wadada jiilka adiga kula midka ah ay ku sii socdaan marka loo fiiriyo dhalinyaradeena inta badan waxaad arkaysaa kumanaan iyagoo ay isku xaqayaan badaha Yurub iyo Mareykanka iyagoo ka raadinaya nolol qaar kood waxay ku dhibtoodaan oo ay ku baabaan badaha si ay nolol u helaan iyagoo ka cararaya
نلاش الجهاد كيهلجن كروكو ركز عنايا قاركونا وحي ما أنت يكون مشكل سنين لما تاد الدنيا يوم مرن هوابين يوم الأول عدو وكذا مشكلين يجين تقول أي برتان بتكون وهالجمان بتكاس أو كلا كورن محافرين أو دوجين مكورتهم هنقول الدار ميا بتكن تغيير لا أو مسلمين تقولن أصلا هذا خاص كنا أو بخاص لما نايو محواي بعضهم ليه وانا في جرو وعاد يادنا في جروين مانتا بالكيني ومانتا حوي سوى الدلال حتى دخالك مانا دلكيني بالجوكتان صلاة جوا دماتي وعاد ويغار سيد الليلة ويغار عهان جرتي وقال هذا مضاحن مانتا حصل بحي سلام وحواي لبدا لما يعلو بينا دبي وهم بالكيني قصري ونيدي بهنا شقي ستان وقال جنا المرتان من كل شيء سلام مدرها والحول له أيام مانتا جوغا مانتا وحيات إما بلا إما مرتان ماهن وحيات ولا ليال إما مصورة على أمجانت وإما كان وحوي حوي ليدي دي نفتي إما السامون ولا كان ومارتي بنكي وحبر شادة بنكي بياء بنكي مارتي مقنعتي وحول بن يحري ومانتا سلي يالا إما الله بغاشان وغضن كينا بحوري ستان بيهد إما هاين إما العرطان ميشا سيتاقين والله وحفر ومكتان سي وعبن هاي ضد نور شاطئي وحي قبطان محترم معان ومسؤولة لقان باور بيت الترام سوامالي هدي جون لهايين وقرغولي وحقان لهايين وحوالي حلية بأيني ملوك رفع عن أهي اللهايين هيك وقت جوان مانك تهارانتي يحشش يومالك برها في قدم منيان وحوالي مدى سبحان وباقي يدان يرغو بمن جعلنا إن إمام فوقتين زي كذلك وقربتين لبيا لما محام وباقي إذاك حشرة جهدك النوصيحي انتروا خفافا وثقالا وجاهد بأموالكم يا إلهي كعصر جهاد كان ويمالا وصاب من بحر جهاد كان وحوي ما انت دونك وحسا يستنوا وعدا يرى بيعلم يدخل معها تلقى يوم مكرك شريئا ثلاثة أيام وباقي أولا قرادو طبعا أصحاب بغن واتقول هذه مدد عامل كأتكو جرتي أو جهاد كي يهدن كأتكو جرتي دانا يرب بغن أو ورا لها قاعه أو قدر يوليكو سوغن ويجران مكتب قاعد كترسنت هاي جيل بقى هذا من دونه أصلاً أو كل عمليات جوارده مفخخات كأسوه جامد دونه إذا تك هذا بجلاشة إيه والله هذا أي مجهدين تاعه إذا عمل كانوا قو أماني سي محاد جعلنا لهدين عبدوش هذا لكتو أو أماني أي مسؤولية إيو بلان أو جعلنا لهدين قو أتكيسه أخي جزاك الله محمد كرد الدار مايا وغرت مر البانجي على هاي اللي يديس وعشا خجاء مجاهدين كارا وبقم صاحب راي الله يمانتا فرصد اهد وين دايتا هيتين صاحب راي انهالك امر يو ويو يعني مانتا حالك الوجرنا ومشي شيء كردت لما ديك روان سؤال على النيو محواي هالك اسمار السيكار سيارة مركا لكن فرصد ان فرصد اهد وين واي انهالك يفعي ديسن كروحا دي لها مركا لانها داندو walaa leeyin jareenka aan adka u jeelay oo ilaahay dirgis aan u bartay oo walaa leeyin maanta qaaliga qabay oo ilaahay dhaleen walaahi waan jeelay waay wax dareenisa mujaahidiinta markay soo hayaan oo xilowga soo hayaan wax waaye waxay daba walaalow saaxum waan markaa walaalow jacayl wax weey ilaahay dirgis ilaahay waa hore waa dadka muslimiinta ilaahay ku awuray markaa waxaan ugu dardaarmayaa in wax waa wadan maarayta aan hayno oo maan walba ninka tagay oo leeyahay wadan soo qabta ولكن يجب ان يكون هناك امر 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 يجب ان المحظة للوقت وضعا إن شاء الله تعالى يعني سأمرنا ينقل الظالمية وعليه وأن جعله كل وضحا ليا إن شاء الله تعالى مرتبة يعني فدنك إذا مرسلنا إن شاء الله ليس لي وضبا ما وضب ودو إله الوقت ما أنت على وجه أرتح لي أرد حلقا أنه يحب أن تأمل وضحه صبر يو إلهي إن بريو إلهي وحوى إن لو ثلاثة أرتورا لو دلاثة ما أنت الوجر وقال ميرو بنوفي الجوفي ومالك المفتدين مرحبا يكسوقين ليان وحوي ما عندنا نفكين سوى بهاي سي مركو وحن بعرفة لا يرتعي وما عندنا جوكتا وحي ربي حقصت وحفرة مهم ما عندنا حب يحوب يعود ما عندنا وما بيحكرنا وعبتين وحن وبيحكرنا وحوي إلهي لنا بريو
dhaneerada iyo maarte fududaynta waxaan ugu baaqayaa in dadku horto ay mideeyaan fasuuska iyo qashintan ay iska baxsaaraan umradooda adeexan waxa weye maanta xil adag war u jira wallaahi maanta ninkan amniskiisa adeexan oo asoo amniskiisa adeexan maanta meel xun ku dhinta arrin aada u adag weye amniskeenna ilaa uu gaalo macad uu kala imaanayo aan ku furan bawaaxan in waxa weye la adeexa weye saas weye sharci ahaan marka amniska in la adeeco oo wixii maaragtay xumaan aan ahayn lagu adeeco weye waan garta insha allahu tacaala ilaahay ha nabada sugo waxaan sidoo kale weydiisanaynaa in uu nagu anfaco kalimaadkaada wanaagsan ee insha allahu tacaala aad nagu baraarujisa amadana insha allahu tacaala waa nagu balan inaan wadada kusii taagnaano ilaa aan alle kala kulano oo waxaan dhamaystayn oo kale aan dhimino insha allahu tacaala akuna maxay tahay fariinta ama dardaaranka aad jeceshahay inaad u jeediso umarada mujaahidiinta arrin aad u wanaagsan waa akhi yaan aad jeclaa inaad jeediso horta umarada waxaan kula dardaarmayaa aad ka sharafta u leh oo ilaahay u isigeen sharafta u isiiyey ilaahay waxaan ka baryayaa subxaana watacaala qaadirka waxaan ka baryayaa ilaahay subxaana watacaala inuu maaragta umaradaas u fudeeyo howlaha adag ee hayaan oo u hayaan ummadda muslimiinta duruufta adag ee ay ku jiraan waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala inay qaataan xadarkooda khuduu xidrakum waxa weeye in maaragtay cadowooda ay iska ilaaliyaan ay gartaan ninka cadowga ah ninka dagaya inay gartaan ninka wanaajinaya inay gartaan ayaan kula dardaarmaya cadowgu waa dhib badan yahay saaxiib buu sadakaa soo dhigaya wuxuu sadakaa soo dhigayaa nin maaragta walaal ah walaalka ayaa ahay buu ku leeyahay ma dareemaysa adiga xadarkiina qaata yaa wax la fududaysanay mujaahidiinta waxaan leeyahay gaara waa inay u ilaaliyaan odayaashooda mujaahidiintooda qiyaadada ah inay ilaaliyaan waay marka waxaan ugu dardaarmaya ugu dambeyntii ilaahay inay ka baqaan ummadana say haddaba cadaaladda ugu dhaqaan inay hadeerna cadaaladda ugu sii wadaan sabarka iyo sifaadkana yeeshaan cadowgoodana marna aysan u jaxantixin wax maaragtay il daraa maaragtay aan laga arag cadowgoodana mar walba meel kasta ay ku laayaan ay amraan in meel walba lagu laayo insha allahu tacaala taas ayaan ku dardaarmaya akhi barakallahu fik akuna adiga waxaad ka mid tahay dadka muslimiinta ah kasoo jeeda dhulka hadda loo yaqaano puntland gaar ahaan gobolka bari aadna ka dhalatay beesha majeerteen aquuna dadka muslimiinta ah ee mandiqadaas guud ahaan ku dhaqan si gaar ah beesha aad ka dhalatay maxaa fariin ah ama dardaaran ah oo aad jeceshahay inaad kaga tagto ka hor inta aadan howlgalkan u dhaqaaqin horta meesha aan kasoo jeedo sida la ogyahay waa meel waxa weeye ummad muslimiin ay degan yihiin ethiopia ayaa xoog ku haysato marka waxay u dhiibtay oo maaragtay maqaarsaar oo u dhigtay waa dad oo wax waaya soomaali ah oo dadka gaaraha weeye dadkaasna waxaa hogaamiya cabdulcalagaas oo sheegay in waxa weeye uu maaragtay xitaa diiday in kitaabka ilaahay lagu dhaariyo waxay ugu yaraan sharci dejinta uu ka diiday in waxa waaye kitaabka ilaahay lagu dhaariyo uu yiri dastuur baala inaan dastuurkeen ku dhaari horta waa ninka noocaas hadlay oo gaarka waxa weye maanta waxa waxa waaye madaxweynaha miyaa sheeganaysaan ood ku faanaysaan walaalayaal waxaan leeyahay waa ninkaas oo sheeganaya inuu kitaabkii waxaan lagu dhaarnayn oo lagu dhaaranayo dastuur dastuurkaasna maa wax ma qorno waa waxa weeye dhaqan xumo iyo qoran ba ku qoran ilaahay ka cabsada subxaana watacaala maanta waxaad fiirsanaysaan dulmi iyadoo lagu wado ummadda muslimiintaha idinkoona la dulminaya ayaad fiirsanaysaan maanta waxa weye laba qabiil haddii isdagaasho waxa weye waan aragnay saad iskusoo gurmaynaysaan iyo saad iskuga dagaalaysaan waxaa nii muuqdo uun danihiina adduunye unbaa nii muuqdo oo ishaqaysataan sababta waxay ku jirtaa in waxa weye qoryaha qaadaan sababta waxay ku jirtaa qaatiluuhum yucadibhum allahu biaydiikum wayukfihim wayansurukum calayhim wayashfi suduura qowmi muuminiina ayaa leeyahay waxa weye la dira cadowina ilaahaydan iga gargaaraya gacmihin min ku cadaabaya haddaad moodeen koonfur filayaan xabada ka socoto maanta way ka socotaa dhulkaa joogtaan sida galgala dhul walba cadow ayaa ka dagaalamaya wallaahi maanta waxa aad ogtihiin oo dadka dhan aan ka qarsanayn oo gaal kasta u hadla oo ku hadaaqaya uu leeyahay xukun mujaahidiinta joogaan nabad ayaa ka jirta amni ayaa ka jira waxa weeye shareecada ayaa lagu dhaqa nabad ayaa ka jirta oo nin walba leeyahay waa gaalkii oo waxba aanoo reebanin marka si ay idinku dafaray ku dafaraysaan maanta dhahdaan nabad ma jirto oo markii wiilasha mujaahidiinta waxa waaye niisoo gurmadaanba aad leeyihiin waxa waaye waa dalkeena nay qabsanayaan saan bay yeelayaan maahan dalka waxa weye nin mujaahidaa leh nin soomaaliyaana leh nin muslimaana leh muslim ayaa le dalkan nin gaala waxba kuma lahan ninkii murtida ama alasii shaqaysta waxba kuma lahan waana ka burnayna insha allahu tacaala mujaahidiintuna waxaan rajaynayaa inay soo gaaraan
جاهدينتنا وحن وباغيا أنا وباغيا هي مسؤولية كتان طهي دوكاس إن ذا حريو وعلم بلغات الوقاضو عارزين يا دب إن يكسوا بحان وحوها يدي وقرقائرة ومارتي جاهدينتنا وحوها يسوا مارتي سودو مهيان يكسوا بحضونا الله أكبرك يا أكونا محيطي أكونا فرينتا لكو جهن غيرك أتكى للطي والدينتا إهلادا dadka xigtada ah ee hoose dabcan waxaan noo sheegtay in 4 sano ka hor waqtiga laga joogay in reerka ay waayeen aabe ee maanta laga yaabo in ay adiga ku waayaan maxad ku qancinayd ama ku xasilinayd ee ehelkaaga iyo reerkaaga iyo dadka aad ka dhawaatay ee aad ka tageysa Allah taala aan kanta arwaana aan ku qancinayo walaal waxa uu yahay ee insha Allah taala hooyada iyo walaalaha iyo adeerada dhammaan waxa la yahay duruna Allah ma sabrin insha Allah taala dan waxaan leeyahay istishaadkayga hadduu la yiraahdo insha Allah taala hawaye inaad sabartaan oo maaragtay aad ka fikaan waxa weynanta ana waxaan u baxnaa waxa weeye idinka ay ku jirta waxa wax ma insha Allah taala ana yaabo insha Allah taala inaan waxa weeye aan nisha faaqaano aan yaabo insha Allah taala waxa weeye waxa weeye aan ka wadiisanayna in waxa weeye uu magac gobolaynaba sanad fududaysan ilaahay oo noo fuliyo أنا نوحر الدين إن شاء الله تعالى هو يعلى رجال الله في أي يوم إن شاء الله تعالى أنا نقول نشفى عظامه حان في الدين يا إمام معركة عن أصول معركة وضم مر مع مرض أنت ولالك يبحث أو إذا يرى حلقة ما يرى حان ليه إلى الله وإله تعصه ما يسمى مرسوا مر الدين الله تعالى خورك بمر بصير جاره يوصل ضيو إن شاء الله تعالى واللي جانسا أبي أنا يملك شيء الخوارج من مشغول لنا غش الدين من مشغول وحمد الله مشغول ومحوره لبدا اصحابي عين صح اخي بانير عن تاريخ اخي لبدا اصحابي اوها ويليا بيس جابر بن عبد الله ويليا بيس ومعرفة لبدا اوها لبدا اصحابي مرتبين وابحي وفي الهي وكاقبلي ويلكي ايا معرفة وحوه وحا صارنا وليسكي الدنيا دي يوخيري يقدب وانبال بشي يوشي ايا صارنا انا انا مركو حريدين يا والله سيد احبه يتني een culaysku is hartaaday ayaan dareemay waxa waye labadaas ayaan sax xusay waxaan ku qanciyay labadaas markaan sax xusay labadaas xaabi ayaan ku qanciyay insha Allah taala markaa waxaan rajaynayaa akhiyo insha Allah taala inuu ilaahay iga aqbalo anigana maanta hadii aniga hormar la xitaa wax dhiib leeyahay wiilkiina waa khaldi laakiin aabe ayaa wadadan ku baxay maanta ku baxay marka wallahi adduunyadana waxa waye anoo maanta wax walba heli kara adoo fiin guriyahan ku noolaa maanta waxaan moodayay wax kala ma aha waxa waye la kulan ilaahay إن عن سديني وإن شاء الله تعالى حورهم يوم عرفت إلهي إن عن عرفت على كل نوع عشقي سأرصده مع أنت اللي بديني حي وحوه كل في خشات ودرنا إلى عشقي سأنتاجنا حي وحرصده عن سديني إن شاء الله تعالى وحوه مع أنت ولا تعالى مالك سيصب هاي مالك الله هاي مع أنت مالك أدونك كل هذا هاي وحنا كل جيني أنا مالك أمجاهين تكون بحيثه إن مالك أكتفر وعضه فرق مسلمين تعدبا مع أنت حوي وحدثتها إن ما أنت اللي قال قاضي أبا ما لك الحيثو إن آخر لو قلب دونه مرخو حوي في متخة يا ما لك هاي ما لك صح مقول فريو مرخو حنكو جيني هو إن ما لك هاي الله هاي وليه كشي يتري بغن إن حوي أد ما لك ذك مجاهدين كان أودر ذك مسلمين كان أد ما لك ذك بسكي يا أكتب حيثو حوي إن شاء الله تعالى ساسا يكون بركو بيسا إن شاء الله تعالى أنت ونخا مغشانا قصبرا يونس ودولة بإن الله تعالى ونجر بيهر المجاهدين إن شاء الله adoo aad ku sii jeedo ee aad rajaynayso in saacad kadib insha Allah ta'ala aad baabiiso gacmahaagana ku calaabto sidaan ku rajaynayno aadana kaaga rajaynayno maxay tahay fariintaada ku wajahan ee aad u diri lahayd ka hor inta aadan dhiigaaga iyo hilbahaaga u socdo u dareen marka insha Allah ta'ala ta'ala waan u soo socdaa maanta waxa weeye in badan baan maartay horta kan iga hortay laakiin maanta rajaynayaa anoo maartay qaxiya inaan insha Allah ta'ala عن ما كان سود الاستاذ مرفوح يدقى مسلمين لأن الله تعالى وحرجين المانتا إنا بيهتم وحوى يحدو ومانتا ومرقا مقصد يرميشا مصعده إن شاء الله تعالى وحرجين يا تعالى فوصل ذنب بإن الله تعالى وحرجين يا إن مارتي عرف كعرف إن الله مقضى إن شاء الله تعالى إن عملية ديدا عدو جاسنا ومشا سوكم بابوات عن لا يعي عما تعرر مشا وحوى الواحد أن يوصل صعوده كمدى الواحد إسلامك madaxweyne badan oo aan soo mareen oo maanta waxa weeye in Ilaahay taala wax rajeynay walaalow waalidkiisa waxa uu yahay in ay wax tamam u baabo insha Allah xamdiga noqon fakan
وحديدين وحواي كل وين ما يشغل ضعضان وايه ما عن حتى أنا على متفقه إلهي وحن كريدين إلهي هذا الكلمة واحد كذا وأركا غلب يبنى وأركا إن شاء الله تعالى عن الدين ضمان إن كباب عن ماشاء لأن أقلب كودة فاول كودة وحي وطان ضمان إن كباب عن أنا بيدكم إن شاء الله تعالى استمرت لي من دين الله تعالى أنا بيدنا إن شاء الله إلى حق الجميع جميع سنان فضل إذيك الدالمين كأه وحوية فسهات يفتقل ومدى كفاشنية ومدى دبي وحوية ومدى حوية عليمية معقول بلا ما رأيته الشغل بأمي أنا في بولي إن شاء الله تعالى يكون على بين جلد متهم تابع لبرلتين حوي مدة مسلمين تابع لبرلتين أبي مسلمات كها يا ما تحسش بدون إنسان صار تاكي لسان حوي هذا في آم يلا حنا موجود تو إن شاء الله تعالى بتقوله يا برسم أي كريم مقبونا إن شاء الله تعالى أنا ومسعلاني مستعلاني سوي جهنحي إن الله تعالى حرجين يا محوى بشارات كنا إنه مدة ما رأيته وإيش بصوره من ومن يتبعه مدونا إلى أرتك فرحاً نشان صعوان إن شاء الله تعالى وامل أدوين إن شاء الله حرجين يا نشر قبيهان تدين مارسي عباد بغلو حموك أمان تعانو إن شاء الله تعالى عن ودن دونو أما دباحتنا يخسارد أمان تنجرسين دونها بإلهي رهدو فإلهي كده جينيو هنا إستاجي دون تعوم لنا والله وحان عرقي وغلق بغم رسكو إيدي هدنا يسففك مارسي بار ولو بسوي كده إن مارسي لا إلا لقومو وعلونا وضعب بيو قال كعيرني هم لنا لبوا هل صدق طبعاً بقول حتى هم لنا كمان يا سوسو تبين الله تعالى أو رجيني سأل كست أو لبنا من كارتا إن ما رتعمل كوجشو وح الله اللي يحجلنا يا عدو أنا أشيك يا إن حواي أي سوسو لان صدق حواي اللي بيرجري لأن كست هم من كارين حتى نعمل كوجلو حتى أبصر الوجود عمدا يا الوجود إن شاء الله تعالى من كست جوانا وضابيبنا أبو لا يرهدو أنت استأو معرفة بعض الأخجر إن شاء الله تعالى هذا يهديك ما أنا نايم رجل ربيك بين يعني حواء يجوب سنسو أنا هبقى أنت بين يجوب سنسو معا وغاية أن در أن يتفجرنا إن شاء الله تعالى نكس السماء ولنخيش بنبوس وبعض يا إنو حواء وصوق العمدين وعرفة وأسنى وكسب وبحواء وبعض يا مرسى خلق ساس وبعض يا إذن سكر جاسينية مقلتها الحواء إنو حواء يجوب سنسو وعملوا بي إستاذس الله والله إني إستاذس إن شاء الله تعالى وأنا ضبيب وانتعنا بإلهي رأي ومقدنوا أنا اللي يرغوا لجميع إن شاء الله بارك الله فيك أخونا إن شاء الله تعالى إلهي وكبركي وأنا نوكور رجينا إن إلهي أكا أقبله وحنكو قدعين لنا إن إلهي تأقبل عمل يد هذا اللي وعمل يد إخلاصة وإلهي أذكر لجنس إلهي أكا غرى لنقضه ee waxaan soo kale ku duceynayna inuu Ilaahay ka dhigo min aanan qadicin ama argagixin cadawgiisa hortiisa sugan oo ku adanaga cadawgiisa ku sabray wadada ilaa ugu dambeyntii cadawgiisa uu xanuun adag gaarsiiyo darbaaxada cadawga adgaarsiin doontana waxaan rajaynayna inay noqon doonto mid quluubta muslimiintana shaafisa mid cadawgana insha Allah ta'ala argagax iyo kaza iyo rucbi ku abuurta insha Allah ta'ala sasaan kaaga rajaynayna insha Allah akhi laakiin waxaan rajaynaan mar labaad aan ugu dambeeyay walaalayaa مدينتا فحبر إذا خافت عليها إن شاء الله تعالى وضبعا صمر بإن الله تعالى وضبعا وحوي وضبع وضبع وحوي إله لو لكم ولا لغير ما أنتوا حانية عن كل حي يعني وحوي إن عيك من يعلي أو ما أنتوا إسكجوا بحافظين إسكجوا بماهم وحوي نمع إله السيوي نمع حلقة فولا السيوي ما أنتوا حوي نمع إن شاء الله تعالى تصور فإليستا وحوي أصغر صبر إن شاء الله تعالى أنت هذين إسانا ومقدر أول هذين إن شاء الله تعالى على دين إن تقدر السان جنه وحوالي هذا إلهنا ذوي ستان إن شاء الله تعالى جنه ذوي ستان فرصة إن شاء الله تعالى فأحبه إذا غالي ومحلي عي خاصة فأحبه إذا الفدوين وملا جيسنين وحوالي أن أكل جعله وما نسي أن دول دير أن كل خفاء غني أن مكتب كان كل جنه ودير إن شاء الله على دين إن مارك إلهي وقافضله إذا نعمل كل إله وقاف بلعني نعمل في إله يارب إينا سبعيا مركز تأيما غلام يسو بعي فراكز أنا يسو بعي إن شاء الله تعالى ولا يال فأكل يعني يبعنا إنت سوي الله عن الدين إن شاء الله كلا إنه نجاح بلعيك نعمل فيها أنا ينا عمل إذا نجاح بلعيك من الله تعالى